الآن هذه الطريقة الأولى أنه يكتب في الصفحة، يكتب في صفحة الإيفار، يبدأ بالكتابة ويكتب. نعم، يقلد الخط الموجود. يقلد الخط الموجود. نعم. وهذه ترى أجود أفضل. طبعا لا، الطريقة الأولى هذه إذا كان الكاتب يعني ما عنده خلفية في الخط. ما عنده خلفية عن الخطوط، عن كتابة الأحرف والحركات. نعم. أو مبتدئ يعاني كثير. طيب إيش يصنع؟ الأفضل إنه يستخدم الطريقة الثانية، هي طريقة الشف أو التنقيط. الشف يعني يجيب ورق شفاف؟ نعم، إما أن يحضر ورق شفاف. الآن وجه ال. إيه نعم. نعم. عندنا هذه ورقة فاضية. تمام. يضع على الورقة اللي الكلمة اللي في أسفل. اللي كتب. إيه نعم، اللي كتبناها. ورق شفاف. إيه. نعم، ورق شفاف يضعها على الكتاب الموجودة. ويبدأ يكتب. ويبدأ نعم، يبدأ بتقييد الكتاب الموجودة في الأسفل. نعم. طبعًا هذا يكون أسهل للمتدرب. نعم. طيب، وممكن طريقة التنقيط أيضا؟ نعم، طريقة التنقيط إما طبعا إن شاء الله بنكون في طور إعداد الطريقة هذه للإخوان المتدربين بإذن الله، طريقة تساعدهم. الكلمة تكون منقطة. أي نعم. إيش ما كانت الكلمة تكون منقطة بقلم أصغر، ثم يبدأ المتدرب يكتب عليه. نعم، يكتب عليه. وهذه أيضا من أفضل الطرق في كتابة للمبتدئ يعني. صحيح نعم. تمام. في كتابة المصحف للمبتدئ، ويعني من فوائد الطريقة هذه تحسين الخط والكتابة الصحيحة. تمام. والطريقة الثالثة طبعا. طريقة نعم. نعم، هي قريبة من الشف، لكن الكلمة تكون مكتوبة بخط خفيف. يعني الطريقة الثانية هنا التنقيط وهناك التضليل. التضليل. نعم. يعني فقط الكتابة مكتوبة. مكتوبة نعم، نعيد عليها الكتابة. نعيد مرة أخرى. نعم. بارك الله فيك.